السلام عليكم ورحمة الله. نتواصل معكم في الدروس التعليمية بإذن الله في مادة أسس الإحصاء للصف الثالث الثانوي. عرفنا نحن في الدروس الماضية عدة قواعد اللي من ضمنها طرق العد وكيفية حساب الاحتمال. اليوم حناخذ قوانين الاحتمالات اللي هن قوانين جمع الاحتمالات، الجزئية الأولى من قوانين الاحتمالات اللي هي تعتمد على جمع الاحتمالات. حيكون عندنا قاعدتين بالنسبة لقانون جمع الاحتمالات. القاعدة الأولى اللي هي تخص قانون الجمع لحدثين إذا كانا غير متنافيين، والقانون الثاني اللي هو قانون الجمع لحدثين متنافيين. عرفنا نحن من دراستنا الماضية أن تعريف الأحداث المتنافية والغير متنافية، أن تحديث الأحداث المتنافية هي الأحداث التي يكون وقوع أحدها يمنع وقوع الآخر أو يمنع وقوع الآخرين، والعكس متاعها اللي هو حتكون الأحداث الغير متنافية. اليوم حنتطرق لقوانين جمع الاحتمالات، وقلنا قانون جمع الاحتمالات حنبدأ بالقانون الاحتمالات للأحداث الغير متنافية. إذا كان لدينا نحن حدثين A و B، حدثين غير متنافيين، معنى غير متنافيين معنى يمكن وقوعهما معا، معنى وقوعهما معا أن التقاطع للحدثين A و B يمكن أن يكون موجود لدينا، وبالتالي هنا نقول عندنا يمكن أن يحدثان معا، فإن احتمال حدوث الحدثين A أو B يعني احتمال حدوث الـ A أو الـ B أو الاثنين معا. يعني كلمة الـ أو اللي هي الاتحاد لدينا هنا يمكن تعريفها كالتالي: يا إما يكون وقوع عندنا للحدث A أو وقوع للحدث B أو وقوع للحدثين معا، وبالتالي هنا نقدر نقوله يمثل ظهور الحدث المظلل. ناخذها بالشكل زي ما هي موجودة عندنا في الرسمة هنا. لو كانت عندي أنا هذه الدائرة، هذه تمثل المجموعة للحدث A، والدائرة الأخرى تمثل مجموعة الحدث B، وبالتالي فإن احتمال الحدوث الحدثين معا حيكون الشكل المظلل بالكامل بما فيه المنطقة اللي هي مشتركة بين المجموعة A والمجموعة B، والتي تمثل التقاطع بين المجموعتين اللي هي A تقاطع B. احتمال الحدث A أو B إذا كان الحدثين، هذا كيف كيفية استنباط القانون متاعنا؟ نقول احتمال الحدث A أو B حيساوي عدد الطرق حسب كيف ما قلنا بالطريقة التقليدية، حيساوي عدد الطرق التي يحدث بها الحدث A على عدد الطرق التي تحدث بها التجربة أو عدد فراغ العينة. وبالتالي هنقدر نقول كأنها البسط متاعنا اللي هي عدد الطرق كأنها الحدث A زائد الحدث B، أو عدد طرق الحدث A زائد عدد حدث الطرق B ناقص التقاطع بينهم. التقاطع ليش نطرحه فيه؟ نحن حنعرفه نحن من خلال الرسم هنا، نقدر نوضحوها بيانيا اللي هي قبل ما نبدأ نحن في التعريف متاعنا. عرفنا أن بالشكل كان يمثل بالشكلية التالية، اللي هي لو فرضنا الدائرة الحمراء هذه A والدائرة السوداء هذه هي حتكون B، وقلنا عندنا الجزء المشترك اللي هو حيكون بينهن اللي هي قلنا هذا الجزء المشترك حيكون عندنا نحن المسمى A تقاطع B اللي هي العناصر المشتركة بين A و B. فنحن بحسب القاعدة الموجودة أمامنا حتساوي احتمال أو عدد الطرق التي يحدث بها الـ A على عدد طرق فراغ العينة أو التجربة، زائد عدد الطرق التي يحدث بها البي على عدد طرق فراغ العينة، ناقص التقاطع بين الاي والبي على عدد طرق فراغ العينة. والسبب للطرح هذا اللي هو حينتج من القانون هذا أن احتمال الاي زائد احتمال البي ناقص التقاطع. نوضحها أكثر من الرسم، نقول نحن لدينا هنا حدث اي اللي هو الدائرة الحمراء الحدث بي. لاحظ أن الجزء الموجود هنا الجزء المظلل هذا من ضمن الدائرة A ومن ضمن الدائرة B كذلك، وبالتالي عندما نقوم بجمع الـ A على عدد طرق الـ A هنلاحظ أن الجزء المظلل هذا في النص اللي هو الـ A تقاطع B خذيناه مرة موجود مع الـ A، وفي الثانية خذينا الـ B، وبالتالي خذينا الجزء هذا برضو موجود مرة ثانية موجود في المجموعة B، وبالتالي هنا الجزء هذا المظلل المسمى A تقاطع B هنكون جمعناه مرتين ويتم التخلص من حالة واحدة منهن، وبالتالي حيكون الاحتمال زي ما هو موضح لدينا على الصورة هنا في الشاشة الأخرى أنه هو حيساوي احتمال الـ A زائد احتمال الـ B طرح
التقاطع بين الحدثين A و B نظرا لأن نحن خذينا الحدث هذا مرتين، مرة من مجموعة A ومرة مع المجموعة B، وتكون هذه هي قاعدة الجمع للأحداث الغير متنافية، أي أن الحدثين الغير متنافيين التي أو التي يمكن وقوعها مع بعض هنطرح منهن نطرح احتمالهن من مجموع احتمال وقوع الحدث A زائد احتمال وقوع الحدث B. نشوفوا نحن قانون جمع الاحتمالات هنا من خلال القانون السابق يجب معرفة أن احتمال الـ A اتحاد الـ B، هذه يمكن تعريفها أن احتمال ظهور الحدث A أو B أو حدثين اللي هن اثنين مع بعضهم، أو ممكن نعبر عنها بصورة أخرى نقدر نقوله هي ظهور أحد الحدثين على الأقل. كلمة ظهور أحد الحدثين على الأقل تعني ظهور الحدث A أو ظهور الحدث B أو ظهورهما معا اللي هو قلنا التقاطع بينهم. إذا والحدث A تعريف متعارض سبق أن وضحنا ترميز للاحتمال حيكون بالشكلية هذه بيكون B of A أو احتمال الـ A، وكذلك احتمال الـ B اللي هو احتمال ظهور الحدث B، واحتمال التقاطع الـ B تقاطع الـ A اللي هو أو الـ A تقاطع الـ B اللي هو احتمال ظهور الحدثين A و B معا في نفس الوقت. ناخذ عليهم أمثلة أو قانون الأسف ناخذ قانون الجمع لحدثين متنافيين. إذا كان الحدث A و B متنافيين اللي هن وقوع أحدهما يمنع وقوع الآخر، قلنا عرفنا في التعريف السابق للحدثين المتنافيين A و B أي أن وقوع الـ A إذا كان يمنع وقوع الـ B يسمى الحدثين حدثين متنافيين، والعكس صحيح إذا كان الحدث B يمنع وقوع الحدث A. قلنا زي رمي العملة المعدنية ظهور الصورة تمنع ظهور الكتابة أو ظهور الكتابة تمنع ظهور الصورة، وبالتالي هنا لما نجي نمثلهم بيانيا حيكون عندنا الرسم أن لا يمكن وقوعهما معا كيف ما موجود عندنا في الرسم. هنا نلاحظ أن الـ A حتكون منفصلة على الـ B ولا توجد عناصر مشتركة بين الـ A والـ B، وبالتالي لا يوجد التقاطع بين الـ A والـ B، ويكون عندنا القانون يختلف عن القانون في الصيغة الأولى اللي هي زي ما عرفنا نحن في الصيغة الأولى في حدثين غير متنافيين حيكون احتمال الـ A زائد احتمال الـ B ناقص التقاطع، لكن هنا من خلال السابق وبالتالي نقدر نعرف أن احتمال ظهور أحد الحدثين على الأقل حيكون عندنا معرف بالعلاقة التالية، حيكون عندي احتمال الـ A زائد احتمال الـ B، ونلاحظ أن احتمال التقاطع غير موجود لأن الحدثين متنافيين وبالتالي التقاطع بينهم فاي واحتمال الحدث المستحيل يساوي صفر، يعني هنا ما فيش داعي كتابة أن ناقص صفر والأمور هذين غير متطلبة في الحدثين المتنافيين. نشوفوا أمثلة عليهم كيفية تطبيق الطالب. إذا لقينا مكعب نرد فاحسب ما يلي، قال احتمال الحصول على عدد زوجي أو عدد أكبر من 4. أولا نعرف أن عدد طرق فراغ العينة للمكعب هتساوي الاس هتساوي 1 و2 و3 و4 و5 و6، وبالتالي من خلال فراغ العينة الموجود عندي نقدر نعرف الأحداث اللي هي الأحداث التي تمثل الحصول على عدد زوجي أو عدد أكبر من 4. الفقرة الثانية احتمال الحصول على عدد فردي أو العدد 6. نشوف الحل، عرفنا أن الاس تساوي إما 1 2 3 4 5 6 هي عدد الطرق التي تحدث بها التجربة الناتجة من إلقاء مكعب نرد، 6 نتائج. نعرف الحدث A اللي هو ناخذوه نحن نقوله هو شنو هو الحدث A، قلنا احتمال أو الحصول على عدد زوجي، وبالتالي الـ A تساويها حيكون الأعداد الزوجية من ضمن فراغ العينة 2 و4 و6، وبالتالي B of A نقدر نطبق القاعدة اللي تكلمنا عنها في طرق حساب الاحتمال اللي تقول هي عدد الطرق التي يحدث بها الحدث A على عدد طرق فراغ العينة. نلاحظ هنا أن الـ N of A أو عدد الطرق التي تحدث بها أو يحدث بها الحدث A عددها 3، نضعها في البسط، وفي المقام حيكون عدد طرق فراغ العينة اللي هي S وسبق أن ذكرناها في السابق، وبالتالي نقدر نتحصل على احتمالي هو 3/6. المطلوب الثاني كان الحصول على عدد أكبر من 4. الحدث نقدر نعرفه ونسميه بالحدث B كيف ما سميناه، الحدث B الحصول على عدد أكبر من 4. لاحظ أن الـ B الأعداد التي أكبر من 4 هي 5 و6، مع ملاحظة أن الطالب أن لا تحتوي على التساوي، أكبر من أو تساوي معناها الأربعة داخلة، ولكن هنا أكبر من الشرط كان فقط، يبقى بالتالي نأخذ الأرقام التي هي أكبر من 4 وهي 5 و6، وبالتالي عدد الطرق التي يحدث بها الحدث B حتكون طريقتين اللي هي
إما 5 أو 6 اللي هي N of B تساوي 2 على N of S اللي هي تساوي 6 اللي هي عدد طرق فراغ العينة، وبالتالي يكون الاحتمال المطلوب. أولاً هنا عرفنا أن الحدث A هو الحصول على عدد زوجي، واحتمال الحصول على عدد أكبر من 4 هو الحدث B. هل الحدثين هذين A و B متنافيين أو غير متنافيين؟ نلاحظ من خلال التقاطع بين الحدثين A و B، الحدث A والحدث B، يوجد لدينا في الحدث A 2 و4 و6 وفي الحدث B 5 و6. نلاحظ أن التقاطع والعناصر المشتركة بين A و B هي 6، وبالتالي يكون الحدثين غير متنافيين، أي أن التقاطع بين الـ A وبين الـ B حيكون موجود، وبالتالي احتمال وقوع الحدث A و B حيساوي 6. وهنا في حالة حساب الاحتمال المطلوب اللي هو موجود لدينا كمطلوب اللي هو الحصول على عدد زوجي أو العدد أكبر من 6. وهنا نحب أن ننوه على شيء بسيط، هنا نقول نحن دائما في الاحتمالات لدينا عندنا مسميات يجب أن كل طالب يتعرف عليهن. لما نذكر كلمة أو هي دائما عندنا هي اللي تساوي الاتحاد اللي هي وقوع الحدث الأول أو وقوع الحدث الثاني. لما نحسبها رياضيا حتكون عندنا حنطبق فيها إحدى قواعد الجمع اللي الآن درسناها مع بعضنا. أما إذا كان لقينا كلمة واو قلنا هي اللي هي تساوي العناصر المشتركة اللي هي التقاطع، وحنطبق عنها أو بدل منها في الحسابات الاحتمالية بالضرب اللي هي حناخذها بإذن الله في الدروس القادمة. وبالتالي هنا نقدر نتعرف على معنى كلمة الأو. الأو تعني الاتحاد أو وقوع الحدث A أو B، وبالتالي هنطبق القاعدة اللي هي تساوي احتمال الـ A زائد احتمال الـ B ناقص احتمال الفرق بينهما، واللي عرفنا أن الفرق هنا الفرق بينهما اللي هو التقاطع اللي موجود بينهما، يعني يبقى الفرق ناقص الفرق بين التقاطع متاعهم، ونتحصل على الاحتمال بالشكل هذا. عرفنا أن احتمال الـ A اللي هو محسوب في الحصة في الصفحة الماضية اللي هو 3/6، وهنا 2/6 اللي هو احتمال الـ B، واحتمال التقاطع متاعهم 1/6. نجمع مقامات موحدة 3 + 2 = 5 - 1 = 4 - 6، ويكون هذا احتمال وقوع أحد الحدثين A أو B. وعرفنا أن الحدثين A و B غير متنافيين نظرا لوجود التقاطع بينهم. نشوفوا الحدث C. الحدث C قال المطلوب فيه الحصول على العدد أو عدد فردي. عرفنا الأعداد الفردية اللي يمكن تحصل عليها من القاع مكعب النرد هتكون 1 و3 و5، وبالتالي احتمال السي حيساوي 3/6. المطلوب اللي بعدها كان الحصول على الحدث دي. دي الحصول على العدد 6، يعني عدد 6 مباشرة، يبقى دي هو العدد 6، وبالتالي الاحتمال متاع حيساوي 1/6 مباشرة، لأنه يحدث على أو يحتوي على حدث واحد اللي هو حدث نسميه حدث بسيط. عرفناه تعريف الحدث متاع. المطلوب الحصول على عدد فردي أو العدد 6، وعرفنا أن معنى كلمة أو تعني الاتحاد، وبالتالي الاحتمال المطلوب للحدثين C أو D. عرفنا أن الحدث C هو الحصول على عدد فردي، وعرفنا أن الحدث D هو الحصول على العدد 6، وبالتالي حيكون لدينا الآن المطلوب إيجاد العلاقة بين الحدثين. نلاحظ أن C اتحاد D هو المطلوب، ولكن لاحظنا من خلال المجموعتين اللي هن موجودات أمامنا اللي هي D وC أن لا توجد عناصر مشتركة بينهم، وبالتالي أن التقاطع يساوي مجموعة خالية. وبالتالي تعريف المجموعة الخالية هي المجموعة التي لا تحتوي على ناصر، وقلنا يمكن تطبيق قاعدة قانون الجمع للحدثين المتنافيين التي يكون وقوع أحد يمنع وقوع الآخر. وبالتالي هنا هيكون الصيغة العامة لحساب الاحتمال اللي هي احتمال السي اتحاد البي هتساوي احتمال السي زائد احتمال الدي. وعرفنا أن احتمال السي المحسوب اللي هو يساوي 3/6، واحتمال الدي يساوي 1/6، ويكون احتمال وقوع أحد الحدثين سي أو دي اللي هو المطلوب أمامنا اللي هو عدد الحصول احتمال على الحصول على عدد فردي أو العدد 6 حيكون بالتطبيق العلاقة التي تنص على أن الحدثين متنافيين، وبالتالي لا يوجد
هنا في 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 القانون متاعي لا يوجد طرح التقاطع بين الحدثين، ويكون الاحتمال المطلوب 3/6 زائد 1/6 ويساوي 4/6. من خلال السابق نبقى نعرف نحن كيفية نتعرف على حلول التمارين إذا كان الحدثين المطلوبين في حلنا هن متنافيين أو غير متنافيين. حنستخدم إحدى الصيغتين، ومن خلال الدرس الماضي يجب على الطالب التدرب على كيفية حل التمارين الموجودة في كتاب مدرسي في صفحة 56 و57 و58، يجب أن يتدرب عليها جيدا، يحلل المنطق الرياضي الموجود في المسألة، يتعرف على الأحداث ونوعيتها وأي قاعدة يمكن تطبيقها من خلال السابق، وبالتالي يرجى المذاكرة أولا ثم البدء في الحل. أمنياتي للجميع بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.